على عنوان ومكان لتحقيق الأحلام. وهو ده مع طارق علام. يا رب، كل الناس بتقول يا رب، واحنا بنقول يا رب في السنة الجديدة 2020 ربنا يسعد قلبكم ويسعد أوقاتكم وأيامكم اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين. أول حلقة في عامنا الجديد مع برنامج هو ده من خلال شاشتكم، شاشة الأسر العربية، قناة المحور. يسعدنا اللي احنا نكمل معاكم الحب، السعادة، نتواصل معاكم من خلال طارق علام تي في. للسعادة عنوان ومكان برنامج هو ده. أهلا بيكم. في كلمة حلوة كانت بتتقال، السعادة بتبقى موجودة في مكانين، قلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة بالقضاء. يا رب احنا بنسألك نفس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا يجعل لكم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. يا رب، كل الناس بتقول يا رب. مش عارف أبدأ من إيه ولا إيه ولا إيه، عندي كلام كتير جدا، لكن بلادنا من سنوات، بنقول 9 سنين ولا 10 سنين، كل ما نيجي نمشي وبتحصل حاجة، كل ما نيجي نتقدم وبتحصل مشكلة. المشكلة دلوقتي إن حاجات كتيرة بتطلع لك في وقت واحد، فوق وتحت. في ليبيا وتركيا اللي بتبعد عن غزة 800-900 كيلو، بتبعد عن ليبيا ب 2200 كيلو، رايحة ليبيا، بتروح غزة تركيا. تركيا اللي كان في قطع العلاقات معاها في سنة 54 من رئيس جمال عبد الناصر، بتبين وجهها انها عاوزة ترجع الدولة العثمانية. احنا مش برنامج سياسي، لكن برنامج اجتماعي، برنامج وطني، برنامج مصري، نتكلم من القلب. لما نشوف الصراع على اشده وناس مفروض ان هم بيجمعنا جملة لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلا تتداعى علينا الأمم، فعلا الجيش راح هناك عشان يقابل جيوش عربية، جيوش مسلمة، جيوش مصرية، جيوش ليبية، أيا كان نوع الجيش. لكن العدو المفروض أنه في إسرائيل. أنت إيه اللي خلاك تخش هنا وشوف التاريخ بيقول إيه؟ اللي عملته في الجزيرة العربية واللي عملته من شهور في سوريا كان عامل إزاي؟ عاوز تكرر ده في ليبيا؟ بيحضرني وتابعت في كثير من القنوات أغنية المصريين هم. المصريين هم بترجعنا اللي احنا نبقى ايد واحدة، شعب واحد، والحيوية والهمة ترجع، واحنا في سنة جديدة، والسنة دي ان شاء الله يبقى في عندنا مكتسبات كتيرة. ببدأ البرنامج بلقطة بالأغنية دي اللي بتوحدنا، ونقول المصريين هم. تعالوا نشوفها. الأغنية دي ذكرياتها معانا في انتصارات، واحنا بناخد بطولة أفريقيا، واحنا واقفين مع بعض وفرحانين مع بعض. لكن ذكرياتها في الأيام القادمة، لازم نلتف حوالين علم مصر. انت مين وانا مين؟ احنا كلنا مصريين، الناس الطيبة، الناس اللي بدور على بكرة يبقى فيه ستر. الناس بتقول يا رب، ربنا يسترنا ويستر بلدنا. لكن واحنا قاعدين بتلاقي فيه اللي بيقولوا عليها ايه، واحد بيخطط لك، هو عدو، وده ممكن يبقى ابن بلدك وابن دينك وبيتكلم لهجتك وكل معانا فول وطعمية، وقف معانا وراح في قناة ضدنا وبيقبض من ناس ضدنا وبيتكلم عننا وبيتمنى ان احنا نتمزق ونتفرق ليه؟ ايه اللي حصل؟ مين ده؟ انت ابن بلدي؟ لا، انت ابن حرام. كل اللي بيتمنى انه البلد دي تقع ده ابن حرام. البلد دي للطيبين الاوفياء،
دي بلد الأنبياء، دي بلد الأولياء، دي بلد الصابرين والصابرات، دي بلد الناس الطيبة اللي ماشية عينيها فيها الحمد فيها الشكر. اللي تلاقي الراجل ابنه بيموت أو شهيد يقول لك أنا وأسرتي أنا وولادي، ابني عاوز يخش الشرطة أو الجيش. دول المصريين، دول اللي إيد واحدة جيش شرطة وشعب. عشان كده حيوهم، حيوا كل اللي واقف ماسك علم مصر جوه وبره، اللي على الحدود، اللي احنا دلوقتي وانا جاي المدينة الدنيا تلج، طب اخويا اللي في العريش ولا واقف على الحدود في كل حتة عامل ازاي؟ حيوهم. نسمع حيوهم مع عمرو مصطفى. انا بقول الكلام ده عشان هنتكلم في الحلقة النهاردة على وحدة الصف، ازاي نبقى ايد واحدة، ومش سياسة ابدا. حتى في جريمة عندنا باشا هنتكلم عليها، ايه اللي حصل لنا؟ ما في حاجة دخلت، خلت في عندك هنا، ده معاه، ده خدهم منين، ده حرامي، ده سرق، ده كذا. شيل ده وبص على علم مصر وانت تبقى كويس وتربي ولادك على الخير مش على الشر. حيوهم، بحيي كل ابنائنا اللي ماسكين علم مصر اللي بيرفعوه في كل محفل، حيوهم. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم، اسلموا من كل سوء، حاربوا على كل جبهة، يا نموت علشان ترابها، يا نعيش راسنا لفوق. حيو اللي بدا سلاحه، حيو كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع، رحنا لو ده المقام، عاش ولا كان يا بلدي، كلنا نفس التحدي، شعب بدرجة مقابل. حيوا اللي بدا سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم، اسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة، يا نموت علشان ترابها، يا نعيش راسنا لفوق. ربنا يحفظ مصر، يحفظ أبنائنا، وأتمنى في العام الجديد اللي بدأ 6 أيام و7 أيام والنهاردة أجازة، كل سنة وانتم طيبين، نشوف مصر وهي بقى واقفة على رجليها ومنورة وبلد الأمن والأمان. كنت بتابع وإحنا وأنا جاي في الطريق الاحتفال اللي موجود في الغردقة، الاحتفال العالمي بتاع الكاف. إيه البلد الحلوة الجميلة دي؟ إيه البلد اللي بتقف على رجليها بتقدم نفسها؟ من الحاجات المؤشرات اللي تقول أنت في 2020 هتبتدي تشوف حاجات. يعني أنت هيبقى عندك اكتفاء في الغاز طبيعي، هينعكس عليك، هينعكس. يبقى عندك مثلا القاهرة دي هتبقى مدينة المدن، هتبقى العروس لما تشوف مثلا ميدان التحرير، وهتشوف من سفنكس تشوف الهرم، وتشوف اللي بيحصل ما بين التحرير الهرم والمتحف المصري. التحرير بشكله اللي بنتكلم عليه وشكله الجميل ده، وبعدين القاهرة الإسلامية أو الفاطمية، وبعدين تشوف سور مجرى العيون، وتشوف الهرم اللي بتعمل له تخطيط إنك تشوف الأهرامات من ميدان سفنكس. انت بتصلح اخطاء سنوات، ده مخطط معمول، ده حضرتك ده هيبقى في 2030، بس ده بدا بقاله سنه او اتنين عشان توصل لده. واقف في ميدان سفنكس شايف ده، شوف عظمه التخطيط اللي بدا يبقى عامل ازاي. ما تشوف ميدان الرمايه اللي هيوصل وتخش على الهرم من الطريق الخلفي، ومفيش بقى كل العك اللي عانينا منه كل هذه السنوات. بتكلم على بلدي الحلوه الجميله، احنا بنتكلم على بلادنا اللي بتبني نفسيها، ولكن العدو الحقيقي مش سايبك. في نفس وقت مشاكل اثيوبيا وصد النهضه عامل لك ليبيا، يبقى من فوق ومن تحت، وممكن نجيب لك بقى يمين وشمال في كل حته. لكن التاريخ قال لنا ربنا هينصرنا، فلازم يبقى عندنا ثقه في نفسينا ونجمد ونشوف اهالينا
نشوف ايه الخدمات اللي ممكن نعملها، نشوف بعض الرسوم مثلا دي زياده ولا قليله، نظبط الاسعار اكتر، الناس تحس انه في حاجات كتيره تمت يشوفوها رؤيه العين. واعتقد ان ده هيتم خلال الاسابيع والاشهر القادمه، من تثبيت للاسعار، من تخفيض لبعض اسعار الخدمات، من بعض الحاجات الكتيره اللي هتقدم، من النقله اللي هتشوفها في القاهره كلها، من كل الكباري اللي تعمل، كل ده يتفتح مره واحده في خلال سنه واثنين وثلاثه. نتمنى ان احنا نشوف ده. قبل ما ابدا بعض الفقرات السريعه، لان المقدمه عملها سريعه، الامتحانات بتاعت نصف العام بعد عده ساعات هتبدا فيه الخميس، ونتمنى التوفيق لاولادنا. بس شفت رساله من سيده طيبه عاوزه مساعده عشان تدفع دروس لاولادها في الامتحانات. هل في 2020 نحل المعضله انه المدرسين اللي بياخدوا، هقول مبلغ مش كبير مش كفايه، بس في جزء كبير منهم بياخد مبالغ في الدروس الخصوصيه، كام؟ 20 مليار 30 مليار 40 مليار؟ حل المشكله دي ايه؟ هل في 2020 نشوف حل المشكله دي للدروس الخصوصيه للمراكز، وده ممكن يتحل من خلال المدرسه بس، ولا نقعد ولادنا زي ما بعض الناس بتعمل في البيت واخد دروس خصوصيه ويستلف ويشتكي ويعمل ويدفع في الشهر 3-4 آلاف؟ دي مشكله المشكلات. هل ليها من حل؟ اتمنى في 2020 ليها حل. الحاجه الثانيه، بعض الخدمات مش عارف، حاجات حكوميه ب 46 جنيه 47 جنيه، طب ما تخليها 50 او 45 جنيه، ما نخفضها. دي رسوم كتيره انا ممكن اعمل لكم بيها حصر. نتمنى ده. الحاجات الحلوه اللي تمت في الساعات الاخيره، كان في مشكله في الشهر العقاري، الموظفين اللي خرجوا على المعاش مفيش بديل ليهم. الحمد لله رئيس الوزراء في اعتقد 1000 واحد دخلوا، وهيخش كمان اعداد كتيره. دي بدايه حل مشكلات حقيقيه موجوده عند الناس، الخدمات الناس عايزاها وبتشوفها تتحل. اعتقد انه 2020 هيبقى شيء جميل. 2020 هنشوف كل حاجه بنتمناها. الحاجات الحلوه، احنا عندنا خبرين مثلا في البرد ده، اعتقد في المانيا بيعملوا كبسوله بتبقى موجوده عشان الناس اللي ماشيه في الشارع او بات لظرف بيعملوا ده. ده في المانيا كبسوله نوم بتتعمل للمشردين لحمايتهم من برد الشتاء في المانيا. انا اتمنى، وكنا احنا عملنا لقاء تليفوني مع محافظ الدقهليه، انه اللجان وسيارات تمشي تشوف كل المشردين او اللي قاعدين في الشوارع سواء اطفال او مسنين. فكل محافظه فيها كام؟ 50 100 200، خدهم حطهم في اي معسكر في اي حاجه. ده واحد. اتنين، في تجربه من بلدي من الشرقيه جميله قوي. بعض الشباب عملوا عربيه بتوزع عدس بالليل. انا قدمت تجارب كتيره، وكان نفسي نعمل مطاعم مصر اللي هي بتقدم وجبات طول السنه، وان شاء الله انا شخصيا احاول اعملها. دي شوربه عدس ودي عربيه الدفا. انا بحيي المجموعه اللي عملت ده في الزقازيق الشرقيه. شباب الشرقيه بحييهم، واتمنى ان احنا نلتقي بيهم واحنا بنقدم هذه الصوره. دي سهله قوي. هل المطاعم مش ممكن تعمل ده؟ مش ممكن حضرتك ممكن ده على باب المحل تعمل مكان كده؟ ممكن ولا لا؟ في الشتاء ده الجو درجه حراره 10 و12 و13، دي من الحاجات اللي احنا نتمنى نشوفها في مصر. كرة القدم ليست لعبة، كنت بتكلم على الكاف، هنشوف بعض الصور، لكن هبدأ بصورة من تعرفين احتفالات عيد الميلاد بتبقى في أوروبا بيعملوها مهرجان، والمهرجان ده دايما يتعمل الخير. فأول صورة وأنا بتكلم معاكم هنشوفها من أحد الاستادات، إن هم بيجمعوا اللعب عشان يقدموها للأطفال. كرة القدم ليست لعبة فقط. تعالوا نشوف الصورة الأولانية وأنا معاكم في الاستاد هنا أهو، لموا هدايا للاطفال. بص كل دي، اللي جايب دبدوب واللي جايب كذا بياخدوا ولادهم بيتلم دوت عشان يروح للمستشفيات. اتمنى انه السادات بتاعتنا يبقى فيها الاسر، بلاش بقى اللي هو الالتراس عامل مشاكل، نخلي الاسر تيجي ونشوف الصوره دي. واتمنى كمان ماتشات الاهلي والزمالك والاتحاد والمصري والاسماعيلي تشوف اللقطه الانسانيه، طفل يخش يلعب كوره معاك مصاب، فيها ايه لما اشوف دوت؟ بص الصورة دي، دي كرة القدم مش لعبة، ده سلوك. بص الطفل ده سعادته هو اللي زيه، وبيسقفوا له هو الجمهور.
الملاعب بتاعتنا اللي الشياطين بتسكنها بدل من الجماهير والملائكة، نستفيد من أهل الغرب ناخد ده اللي بعض الناس بتكفر دي، دي الإنسانية. احنا نتمنى نشوف اللقطات دي. وأنا طولت في الفقرة دي، ده أنا عندي قضية البحيرة، انتظرونا عندنا ملف مهم قوي. محمد صلاح فين صورته يا جماعة؟ أنا عارف إن هو زعلان وعنده حزن شديد من اللي حصل في الاستفتاء اللي كان لأحسن لعيب العالم، إن إزاي مصر ما تديلوش، بس بوجه له رسالة، المصريين بيحبوك وأنت مصري وطني حتى النخاع، ما تزعلش. أنا عارف ده أحد الأسباب الخفية اللي خليتك ما تجيش النهاردة، بنقول لك كمل مشوارك، بلدك بتحبك وأنت بتحب مصر، لا تهتز. نفس الصورة مانيه، المصريين بيحبوا الناس الطيبة، مانيه ده راجل طيب والنهارده خد احسن لاعب في افريقيا يستحقها، بنقول له مبروك يعني بقلب راضيه. وبقول هارد لك لطارق حامد لاعب الزمالك، ولو صح انه بعض الانديه المصريه او المسؤولين في الاتحاد ما ادوش طارق حامد، تبقى لازم مساءله شعبيه. احنا لازم نقضي على الفتنه اللي بين الاهلي والزمالك، لان دي احدى الفتن الموجوده. اهم حاجه مصر، والاهلي والزمالك دول ولاد مصر وبيحبوا بعض. الاعلام عشان البرامج تمشي بيعملوا كده. لو صح ان طارق حامد في بعض المصريين ما ادولهمش الصوت، ما خدش الصوت بتاعهم، تبقى مشكله نفسيه شعبيه لازم نتكلم فيها، ولازم وزير الشباب والرياضه يطلع الاعلام حتى لا يتكرر هذا المنظر. لو صح، لو ده غير صحيح يبقى احنا بنقدم الصوره كامله. منذ عده ساعات كان في احتفال الكنيسة الإنجيلية بحضور 8 وزراء، كنت أنت موجود معاهم، وطبعا مندوب بقى رئيس الجمهورية وناس كتيرة. شفت يعني حاجة جميلة أوي كانت موجودة، شفت مصر كانت موجودة هناك. ده كان يوم الأحد، كان الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدبارة، وشارك في الاحتفال وزراء كتير جدا كانوا موجودين، وكان القصة أندريا كان يعني بيستقبلهم، وكان في الدكتور أندريا زكي كان موجود هناك، وكان شفت احتفال فني كمان، شفت احتفال فني، وقالوا فيه تم تقنين أوضاع 271 كنيسة. لو تشوفوا الاحتفال الوطني المصري اللي أنا شرفت اللي أنا كنت موجود هناك، كانت حاجة جميلة. وده احتفالنا بعيد الميلاد. وبالأمس شفنا الرئيس في الكاتدرائية في العاصمة الإدارية، وشفنا الحب، شفنا مصر الحلوة. بالمناسبة دي الكنيسة الإنجليزية كانت عاملة أغنية أنا بحبها جدا، يا رب بارك بلادي، يا رب بارك بلادي. كل اللي بيحب مصر، مسلم بقى مسيحي، تقول لي أهلاوي زملكاوي صغير كبير مش عارف إيه، يا رب بارك بلادي، يا رب بارك بلادي. دي دعوة من القلب بقدمها، وبنختم بيها الجزء الأولاني. الجزء الثاني بعنوان بيت العز، إيه اللي حصل لنا؟ انا عاوز رايكم عشان هاخده من على صفحتي طارق علام تي في. في بعض الحاجات مزريه، بعض الحاجات مش مصدقها. انا بحب مصر قوي ودخلت بيوت كتيره جدا، مش مصدق البيوت اللي فيها الطيبه دي يبقى فيها شر كده. عشان كده الاغنيه دي بحبها قوي، يا رب بارك بلادي. تعالوا نسمعها. عنيفة، تساقط العشرات من الجرحى، 75 قتيلا، Thank you.
مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور انت فوق الكل سيد رب عالي في سماك صرخة المظلوم بتسمع تنصفه من فض غناك بارك بلادي يا رب تبارك بلادي يا رب بلادي الناس الطيبة الناس اللي متوحدة حوالين علم مصر اللي بيجمعهم العيش والملح والطيبة والرزق والجدعنة بلادي اللي دخل الشيطان وعاوز بدل ما يشوف الورد يشوف الشوك ربنا يبعدهم عني يا رب بارك بلادي. الصورة الأخيرة في هذا الجزء احتفال أمس في الكاتدرائية اللي كان بيجمع كل أطياف الوطن اللي بيأكد الوطنية اللي بيأكد كلمة مصر. ربنا يبارك في مصر وأهل مصر ويبارك لكم في كل حاجة كويسة. والرئيس والتف حواليه رجال الدين المسيحي أبناء مصر الطيبين اللي كلهم بيجمعهم علم مصر اللي بتشوفهم في الشدائد في الحروب مفيش فرق ما بين حنة ومينا ومحمد مفيش فرق ما بين جرجس وما بين مصطفى دول أبناء الوطن اللي شفتهم دول اللي أنا كنت في يوم من الأيام سلمت أحد الجوائز كانت شقة لشاب مسيحي وقال لي أنا عاوز أمي في الرضاعة أم مصطفى تبقى معايا قلت له إزاي دي اللي كانت بترضعه دي أمه في الرضاعة دي الحكايات المصرية اللي موجودة في كل شارع في كل حارة ولكن غراب البين عاوز يفرق بينا ويخلينا واقفين قدام بعض مش هيحصل. يا رب بارك بلادي. في الجزء الثاني عندنا مشكلة كبيرة جدا ايه اللي حصل لنا أغنية بيت العز اللي عايزها تبقى موجودة في كل بيت ايه اللي حصل بتبدأ من اسكندرية للبحيرة للمنصورة اشياء كثيرة انا بقدم ده وانا حزين وانا زعلان لكن دي رسالة للوطن لكل المسؤولين نشوف الجزء اللي جاي وايه اللي مطلوب هل في دور للدولة طبعا مجلس النواب طبعا القضاء النيابة الشرطة والشعب طبعا انتظرونا بعد الفاصل وخشوا دلوقتي ادخلوا قولوا رأيكم ايه اللي حصل لنا بيت العز يا بيتنا ايه اللي حصل حتى الضيف حتى الجار ايه اللي حصل في الشارع قضية صعبة جدا يخش البيت ويقتل سبعة تفاصيل بنقدمها انفراد من خلال برنامج هو ده في انتظار ارائكم بعد الفاصل مع هو ده بيت العز ده افتراضي بيوتنا الحلوة الجميلة الباب مفتوح والجيران في الأعياد مفيش فرق ما بين الناس وفي العيد بتاع مسيحيين مع مسلمين ده بيقدم هنا حلويات وهنا رز بلبن ده بيت المصريين طبعا لو في الريف بقى انت بتتكلم على الكرم والعز كله لكن ايه اللي حصل لنا في فيديو كان في الاربعينات على ما اعتقد مستمر للصورة دي بيت العز ده مش البيت بس ده الشارع ده المدرسة ده الجامع ده النادي بص على ماتشات الكورة تشوف الفنانين مثلا الاهلاوية الزملكاوية في الاستاد عاملين ازاي
راح بالبدله والمنديل وفريد شوقي وتشوف فريد الاطرش وتشوف ايه الجمال ده. عندنا في اخطاء في تغيير طبعا لازم نناقشه، والفقره دي مهمه جدا للمسؤولين. في نظريه اعلاميه في اسمها حراس البوابات، انت محتاج لده. عندنا وزير الدوله للاعلام، هل الاعلام ليه دور؟ طبعا. مجلس النواب ليه دور؟ طبعا. وزاره التضامن ممثله في الوزيره والمجلس او في مركز قومي للبحوث الاجتماعيه ليه دور، يقول لنا ايه اللي حصل، ايه الكوارث اللي بتحصل لنا. نشوف الفيديو ده، في لقطه يجب ان تدرس. الناس كانت شبعانه، كانت مؤدبه، كانت محترمه، في عز ما كان في مكروجيب، في عز ما كانت ناس هتشوفوها دلوقتي. في لقطه بنقدمها للمسؤولين في مصر، ايه اللي حصل؟ في وسط البلد ست بترضع ابنها وصدرها طالع، الكاميرا بتصور والناس ما تبصش عليها، ده غض البصر اللي احنا عايزينه. شوفوا اللقطه دي، ده بيت العز وشارع العز، احنا كده بس في ناس جات لهم نظره تطرف، اجرام، حيوانيه، ده اعلام، تدين غلط. ده الكارثه بتاعت النهارده، لو شفت راجل مجرم تقول له اتفضل يا مولانا، ده وشه ودقنه وشكله، ده قتل سبعه، ده نتيجه اعلام خاطئ، تربيه خاطئه، مسجد خاطئ، اب مجرم، شارع مجرم، اللي طلع المجرم ده. شوفوا اللقطه بالصوت والصوره ماشيه، الست بترضع ابنها صدرها طالع، محدش بص عليها. ده شارع العز، دي مصر الحلوه. ممكن طبعا تشديد عقوبات، ايه اللي تلاقى ده حصل في المنصوره دي؟ مين دول؟ يتحكم عليهم؟ ما يتكررش؟ لقاءات فنيه جماهيريه كل اسبوع، فك ده من الناس، دي خطه كامله شامله، انما ده ما يتكررش. انت في دوله قويه وشارع قوي ودوله بتبني اركانها صح وبتشوف المظاهر وهتكمل غصب عن عين التخين بكل ادب، وهيجي الاجانب يشوفوا مصر وشمسها وحلاوتها وكله ماشي ملتزم. شوف الصوره في الاربعينات تدرس في الكتب، غض البصر، المصر المصور خدها خطا، شوف اللي حواليها لم يلتفت اليها حد، تعالوا نشوفها. بصوا ادي الشارع اهو، ايه ماشيين، ده مكتوب عليه التحفاجي او حاجه كده، كبروا الصوره يا جماعه. بصوا اهو اهو، معلش، بص الست بترضع ابنها، محدش بص عليها، دي صوره في وسط البلد، الشارع ده، الرجاله اللي فيه دول، ده اللي ماشي مع اغنيه بيت العز. رجعوا الصوره تاني بعد اذنكم، الست بترضع ابنها في الشارع، بصوا عليها، ما تبصوش على صدرها، بصوا على اللقطه، على الشارع، على الحميميه، على العلاقه، على الاخوه، كل دول رجاله، محدش بص على ست، لان دي مصر المحترمه اللي موجوده، بس في بعض اللي طلعوا تقول عليهم جراثيم اهي. ست بترضع ابنها، يلا امشي بسرعه من. ايه ده؟ ايه اللي حاصل ده؟ جوكوا الاخبار حاجه تغم يعني. انا لو ما تشوف صوره مثلا بنت نايمه في المطار، لو نامت ايه اللي يحصل يعني؟ دي في اهل المطارات بره يعني، انا مجهز الصوره ايه، ايه واحد منزلها يقول لك لو حصل ده في مصر يحصل ايه؟ يحصل ايه يا عم؟ الناس عندنا كويسين، الناس كويسه، بس دول افرازات بتاعت امراض اجتماعيه حصلت في المجتمع. يعني اقول لكم بعض الاخبار، مين المجنونه اللي تحط ابنها في غساله؟ ايه يا ست ده؟ ايه ده؟ حبست طفلها في الغساله، مهدده بسجن، ده لازم سجن، انت مجنونه؟ اللي بعده، خناقه وفرح ومشوا في شارع وفي خناقه، مات كام ده؟ موكب زفاف يتحول لمعركه بالاسلحه الناريه في سوهاج، ما تعديش من هنا عدى من هنا وهات يا ضرب. اللي بعد، منعته من سب الجيران، الست بتقول لجوزها ما تشتمش الجيران، قتلها، بتقول له كفايه فضايح، منعته زوجته من سب الجيران فقتلها ورقص في البلكونه عاري، ده ايه ده؟ اللي بعد،
البنت اللي عاوز تتفرج على التلفزيون طول الليل اخوها منعها ما اعرفش ايه اللي حصل قتلته بالليل. ده بيت العز ايه انتظرت خلوده للنوم ياسمين قتلت شقيقها رفضه سهرها امام التلفزيون. ماشي اللي بعده قتل اتنين واصابت مش عارف اربعه مجزره اهو في اسيوط. وهنتكلم النهارده على الصلح وبنتكلم على ايه ده يا جماعه ده؟ مقتل اتنين واصابت اربعه في اطلاق نار على جنازه امام جنازه امام المسجد. طب اللي بعد بتنتقم في البحيره، البحيره اللي النهارده البطله بتاعتنا رضعت ابنها ميه نار بالسرنجه بتاني حياه طفلتها في البحيره. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الاخبار بنقدمها نركز فيها بنشوفها. قادرون اللي احنا نغير ده؟ ده لازم. احنا مش هنخترع العجله، ده بره بتعمل كده. وقلت قبل كده في امريكا حملات ضد العنف، اعلام، مدرسه، نادي، مسجد، كنيسه، اعمل كل ده. وتشريعات يعني القضيه الكارثه بتاعت النهارده المجرم تعالى في خلال شهرين ثلاثه ونشوف التقاضي بسرعه في هذه القضايا المريبه، هذه القضايا الغير عاديه اللي مش مصريه ابدا، اللي فيها اولاد الحرام. قصتنا النهارده نشوف الصوره كده ونشوف ايه اللي حصل في البحيره. ناس طيبه وناس جدعان ورجاله. مين ده؟ مين ده اللي يقتل سبعه؟ الام والاب والاطفال ويحرق في كل حته؟ الله يحرق قلبه. تعالوا نشوف. حول ولا قوة إلا بالله. نقدم هذه القصة للمسؤولين، نقدم هذه القصة لعلماء الاجتماع في مصر. ماذا حدث؟ احنا معانا زميلنا من المصر اليوم، مدير مكتب المصر اليوم. هنشوف اللي حصل في محافظة البحيرة. معانا على التليفون يا جماعة. ايوه استاذ حمدي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ طارق. ازي حضرتك؟ معلش انا كنت بتابعك النهارده وانت في النيابه. الاستاذ حمدي قاسم، قول لي ملخص هذه القصه الحزينه الغريبه على مجتمعنا، الغريبه على البحيره، بلد الجدعان والرجاله والناس الطيبه، ولكن المجرم ده ابن حرام، ده نبت حرام، ده نبت شيطاني. قول لي ملخص القصه والتطورات واللي حصل النهارده، مفاجآت في النيابه العامه، اتفضل. هو البدايه هو كان قاضي، يعني قضى طول الليل بيدور على مواشي عشان يبيعها لمحل الجزاره. سواء يعني هو جزار، هو ده جزار، المتهم ده جزار، هو حاول يشتري بالاجل. فمحدش قدر يديله لان هو يعني مديون يعني وحاجه كده يعني. فهو كان في ضائقه ماليه، ففضل الاول حاول يشتري، حاول يروح
البيت ده في مكان متطرف، يعني متطرف عن البلد، يعني حوالي 300 او 400 متر يبعد عن القريه، وسط زراعات وبيت منعزل لوحده. وهو يعرف صاحب البيت، يعني هو على علاقه شخصيه، عارف الراجل صاحبه يعني او بلدياته، يعني كلهم اساسا من عزبه واحده. هو الراجل كان يقيم، اللي هو صاحب البيت حسني الله يرحمه، كان يقيم في القريه، وبعدين من سنتين ثلاثه نقل في البيت الجديد اللي هو وسط الارض الزراعيه. تمام. في ارضه، يعني في وسط ارضه. فهو لقى بيت لوحده، فخطرت له الفكره ان هو يروح يسرق مواشي اللي هو حسني. تمام. يعني اللي حصل، يعني ده يعني بس عاوز اسالك هنا بس يا حمدي، هل التحريات ان الراجل ده معتدل اجرام، ولا الراجل ولا كان معتدل وكويس، يعني اللي هو المتهم؟ جيبوا لنا صوره المتهم يا جماعه. التحريات بتقول ان هو كان يعني قضايا تموين، حضرتك عارف جزار يعني، حاجات عاديه، بس ما كانش معتدل اجرام يعني. لا 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 لا، اصل انا بفكر يا استاذ حمدي، الناس الطيبه ايه اللي حصل لنا؟ ايه المصيبه دي؟ ازاي يخش بيت وعاوز يسرق؟ اتفضل. يعني قبل ما نتكلم في القضيه دي، احنا هنشير ان في عيد الاضحى في سنه 2017 برضو على بعد 5 كيلو من هذا المكان كان في جريمه قتل اخرى لاسره، وبرضو بطلها جزار او واحد هو بيتاجر في المواشي برضو، وحاول يسرق أسرة في يعني دي تاني مرة تتكرر في عامين. 5 كيلو يا فندم، خلال سنتين ونص تقريبا على بعد 5 كيلو من نفس المكان، والبطل يعني برضو هو جزار، والكلام ده يعني ناس كتيرة بتقول احنا عايزين نعمل رقابة على الذبح خارج المجازر للحد من هذه الجرائم. دي كانت نقطة خارج الموضوع. المهم ان هو دخل، ان هو حاول خبط على الباب، خبط على البيت، وادعى ان هو الشرطه بتطرده. عاوز اذنك استاذ حمدي بقول للمشاهدين، بس انا عايز اوضح لحضرتك، انا بتكلم على ضوء اعترافات. تمام. هو احنا مقدمين صوره المتهم دلوقتي اهو، لو انت قابلته في الشارع ولا في المسجد تقول ده راجل طيب وشيخ وملتحي اهو، تمام وكل حاجه. انا مش عارف ازاي تجيله قلب، ازاي يجيله المشاعر انه يغتال اسره كامله عشان خاطر 20,000 ولا 10,000 ولا يعني كل المواشي والحاجات دي، ايه 40,000 ده سعرها رخص، الله يخرب بيته، ايه النبت الحرام ده؟ يعني المواقف اللي احنا سمعناها واللي احنا شفناها، يعني يمكن انا دخلت بيت اسره الزوجه والدها، انا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا لم اتمالك نفسي من الدموع، و يعني الاهل هم اللي كانوا بيهدوني انا، يعني يعني هو خبط على الباب. تمام. فتح له الراجل وادعى ان هو الشرطه بتطرده وعايز يخبيه. الراجل قال له ادخل الجو ساعه تعالى، ده اللي اتقال ولا في رواية تانية ان هو دخل يسرق؟ انا بتكلم على الرواية بتاعت التحيات، مش بتكلم على ده اعتراف. هو اعترافات. جيبوا لنا يا جماعة مشاهد من البيت كده واللي حصل والحريق اللي كان موجود واحنا بنتكلم مع يعني الاستاذ حمد. يعني انا عايز اشير ان هذا الكلام قيلت فيه روايات كثيرة، كل في ناس اجتهدت يعني، بس اجتهادات خاطئة، لكن انا الرواية اللي انا بتحدث فيها هي تمام اعترافات المتهم. هو خبط عليهم، ولا الراجل اللي قاف قال له ده انا البوليس بيجري ورايا فانا عايز اخبى عندك؟ 4 الفجر. تمام. 4 الفجر على الباب. فتح له الراجل قال له انا علي قضيه تموين والشرطه عايزه تقبض عليا، ف قال له طب تعالى ادخل الجو ساعه. وكده الست والدته اللي هي الجده يعني طلعت تشوف في ايه، حضرتك عارف ان الفلاحين الست ما تمام يعني هتطلع كده يعني، فطلعت الست الكبيره تشوف في ايه، قال لها والله ده بيطردوني ومش عارف ايه. راحت الست بكل حسن النيه عملت لهم شاي، وكانوا قاعدين فوق في مخزن او حجره بيسموها حجرة التبن يعني بتاعت المواشي، الراجل بيربي مواشي وده كان سر السرقة، يعني هو كان عايز يسرق المواشي بتاعت حسني الله يرحمه. وبعدين حضرتك وبعدين خلاه نام بقى، يعني جاب له اكل وخلاه نام؟ لا يا فندم لا لا لا، كل الكلام ده مش صحيح خالص. تقول لي الموضوع كده في عجاله عشان لسه عاوزين نشوف ابو الزوجه والله يرحمها
ونكلم والدتها واختها ونشوف بيت الاسره اللي حصل بعد كده. المهم راح طلع كان معاه خنصر، هو جزار اساسا، كان معاه خنصر، راح قتل حسني. سمعته والدته طلعت تجري، فبرضه دخلت راح قتلها. ابتدى يقتل في الاسره، دخلت الزوجه تشوف في ايه برضه، فضربها فطلعت تجري قفلت، وابتدى يقتل فيهم واحد واحد. طبعا هو كان في الكبار فيهم كلهم كانوا الاب الجده والاب والزوجه، وطبعا الابن الاكبر كان 15 سنه، والباقي كانوا اطفال. الضحايا كلهم سبعه؟ كلهم سبعه، فيهم 4 سنين وخمس سنين وعشر سنين وخمستاشر سنه، دول الاطفال. هذه صور الضحايا موجودة معانا دلوقتي، الأطفال، وحادث أنا مش مصدقه في بداية العام دوت. ده الوالد رحمة الله عليه، ده الأب الجدع الشهم اللي قابل واحد قال له أنا عاوز أحتمي لغاية الصبح، فقعد معه وجاب له الشاي من والدته الست المسنة الساعة 4 الفجر في عز البرد، ولكن المتهم الخسيس باغته زي ما صديقنا وزميلنا حمدي قاسم مدير مكتب المصري اليوم بيحكي. هل في عندك اضافه وتعليق بسرعه كده حمدي؟ المستشار اسامه المسلمي رئيس نيابه مركز كفر الدوار النهارده بعد تحيات استمرت من الساعه 10 بالليل مساء امس حتى الساعه 2 الظهر النهارده مع فريق من النيابه، قرر حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيقات، والمتهم اعترف انه ارتكب الجريمه بمفرده. ده نتمنى يتم الحكم عليه بالإعدام في كفر الدوار في ميدان عام. أنا نفسي والله نفسي ده يتصور إعدامه، نفسي ده نشوف التقاضي إجراءات سريعة جدا لشفاء نقول غليل الأسرة، الناس اللي الأب اللي كلمته النهاردة الظهر وهو بيبكي، والأم اللي هنسمع صوتهم دلوقتي أنا مش عارف أقول لهم إيه، مش عارف أكلمهم أقول لهم إيه. استاذ حمدي قاسم مدير مكتب المصري اليوم بشكرك وشكرا ليك وتعبتك معايا. شكرا لحضرتك. الاب مش عارف اقول لك ايه، اللي بنته واحفاده تم ذبحهم بسكين بارد هقول له ايه؟ اولا البقاء لله وقلبي معاك. اتفضل. الابو المجني عليها زوجة حسني بقول لحضرتك اهلا بيك والبقاء لله. البقاء لله يا فندم، البقاء لله. انا قلبي معاكو وحضرتك سامع انا قلت ايه، انا بتكلم بلسانك والله. اتفضل. انا نفسي بحاجه واحده. اتفضل يا فندم. دلوقتي ممكن يعني ممكن ناخد من وقتك دقيقه واحده. اتفضل انا معاك. التحليلات دي سيادتك يعني احنا نقول احنا ما جلسنا نعرضه في القضاء. تمام. والقضاء دي يعني الرايه بتاعت مصر اتحلت. تمام تمام. صلى على النبي. اللهم صل وسلم. اتفضل. احنا ما جلسنا نعرضه فيه، بس جريمه يعني انا في مذهبي عمره ما يعمل الجريمه دي لوحده، لان الراجل كان جايب سواق معاه من كفر الشيخ. تمام. كان جايب سواق بعربيه سفر كبيره عشان يحمل فيها المواشي. تمام. ولما انضرب الولد الصغير ضربه بالعصايه او بالمنجل او وعوره، وجيب مولح في البيت. طبعا كان في جركن بنزين اللي هو حسني كان جايبه عشان يحطه في المكنه الموتوسيكل عشان نسرع الشغل بالصبح. تمام. مين اللي ضرب اللي هو المتهم ده؟ الجزار ضرب السواق؟ لا ده ابنه اللي اسمه عمار. لما لقى ابوه انضرب ووجع خد مخزن منجل اللي بيحش بيه برسيم. تمام. وضرب الجامي على دراعه وعوره. تمام تمام. ما هو الدم سيادتك كان هناك بقى، انت شفت الدم هناك طب حضرتك مش قلت الكلام ده في النيابه النهارده؟ انا ما رحتش حضرتك النيابه. تروح بكره حضرتك لو عندك اي اقوال لازم تضيفها، يعني انت حضرتك بتقول معلومه دلوقتي ان كان معاه سائق. ما خدوا حضرتك، خد الدم، خد عينه المعمل الجاي، خد عينه وطابق المواصفات يعني طلع هو. انا ارجوك بس عشان احنا بنتكلم الراي العام وانا بواسيكم، اي تفاصيل ممكن تهم في هذا الحادث البشع. ايوه بس السواق يعني حضرتك السواق كان جاي معاه عربيه. تمام. هو لماذا الزريبه اللي مصدر فات بعين ديت، هو عارف ان خمسه ست فيها خمس ست حجج ولا اثنين ولا ثلاثه، هيطلع البهائم دي لوحده؟ يعني هو هيسحب البهائم دي لوحده خمس ست حجج هيسحبهم لوحده؟ هل يعقل يعني؟ طيب يعني حضرتك عاوز تقول في ان معاه شريك ومش ماما لما يتم القبض عليه؟ اكيد مع ناس، اكيد مع ناس. تمام. احنا بنضم صوتنا لحضرتك كده وانت بتتكلم النهارده بعد هذا الحادث البشع لجهات التحقيق بدءا من الشرطه والنيابه العامه ان شاء الله يتم البحث عن شريك.
هذا المتهم، واعتقد ده هيتم في خلال ساعات، لانه تعرف القضيه باعترافه بتبقى كامله. يعني احنا خدنا جزء من الموضوع. اتفضل. احنا ما نشكوش في مركز كفر الدوار، لان مركز كفر الدوار يعني عملوا اللي عليهم والله، ان كان ضابط المباحث والقوة بحاله، ما فيش حد اتاخر، كله على وصاف، وكله عمل جهد لا باس به. عم محمد شحاته، انت محمد شحاته مش كده؟ هم كاتبين شحته، محمد شحته مش كده؟ محمد شحته صوره، محمد شحاته. بص يا عم محمد، انا باسم القناه، باسم المواطنين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وبيشاركوك الاعزاء، اي تفاصيل في القضيه لازم حضرتك تتوجه بكره للنيابه، وانا اخلي يعني زميلنا الاستاذ حمدي ممكن يصاحبك وتروح هناك. ده واحد. اتنين، احنا بنوصيك النهارده لو عايز تقول كلمه اخيره، وانا عايز اسمع برضه اعزي والده المجني عليها، هي لو جنبك برضه. حضرتك عاوز تضيف حاجه عم محمد شحته؟ المحاكمه سيادتك ما تبقاش سريعه ويقعد سنتين قبل ما يتحاكم، وعاوز نفسي ومن عيني يتحاكم زي ايام حسني مبارك. ايام حسني مبارك امر، حضرتك تعرف وكل الناس تعرف ان حكم برضه كان واحد جات الاربعه واتحكم على التلفزيون علني. اللي هو اذاعه حكم الاعدام. هو طبعا حصل، انا بطالب بده والله، بس حصل عليه مشاكل في حقوق الانسان، لكن انا بضم صوتي لصوتك، صوت عم محمد شحته. انا من حوالي يعني من شهرين او شهر ونص عاملين حمله ضد العنف. يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ وداخل ياخد مواشي ب 20 30 الف يقتل اسره من سبعه؟ واكيد زي ما عم محمد شحته بيقول في شريك معاه. طب حضرتك قول لي كلمة أخيرة عشان بس عاوز أعزي الوالدة وبنت حضرتك، اتفضل. والله أنا هما عاوزين نكلم حضرتك أهو، أعزيهم حضرتك أهو. طيب ماشي، أكلم والدة المرحومة حرم المجني عليه. يا ستي أهلا. السلام عليكم والبقاء لله، وقلبي معاكي. أنا عارف بنتك وولاد بنتك وجوز بنتك وأسرة كاملة، فكل العزاء وقلبي معاكي، وتطمني انت في بلد قويه وقضاء ونيابه وشرطه تم القبض على المتهم في ساعات، ده يطمنكم. وطبعا مفيش حاجه تعوض اللي حصل، لكن اتفضلي يا امي. مفيش حاجه تعوضنا عني، معلش، على عيالي وانا على راجلها ابن حبيب. معلش يا امي، معلش، انا قلبي معاكي. حبيب انا عايزه حق بيت. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عاوز حق بنت وحق ابن وعيال بنت. حاضر يا أمي، حاضر. وإحنا عاملين فقرة. عمل في عياله كده. حاضر. عاوز يتعمل في عياله ومراته كده. حاضر يا أمي، حاضر. كل العزاء للأسرة. لو بنتك بس موجودة شقيقة المجني عليها، لو حضرتك عاوزة تقول كلمة أخيرة. يعني انا طبعا مش عارف اسال اقول ايه بصراحه، يعني الكلام. عم شحته اتفضل. الوقت اخت المجني عليها معاك. هي ماشي دادي ماشي. البقاء لله في اختك، ويعني انت بقى عليك دور كبير تهدي كده والدتك ووالدك، ولو عايز تقولي كلمه انا معاك اتفضلي. فيهم نار، فيهم نار من اللي عملوهم فيهم. احنا عايزين حقهم، حق اختي اللي راحت في عز شبابها حبيبه قلبي ونوراني ما تتعوضش، ولا راجلها حته السكره، ولا عمار العريس الحلو 16 سنه عمار. ذنبه ايه العيل الصغير الطفل دي؟ ما هنش عليه ولا عيل يقول اه. ما وجعهوش قلبه. وبقول الاطفال الصغيرين قدامه دول ما وجعش، ما عندوش عيال يا ناس، ما عندوش عيال. ليه؟ ده عنده ولا بيه، عنده ولا وعنده بنتين، ما هنوش عليه، ما شافش عياله فيهم، ما شافش البنت فيهم ولا ابنه فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لازم يتولح في النار، لازم يولع بجاز ببنزين زي ما لا 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 يا حبيبتي يا شقيقاتي، انت اختي بعد اذنك، بعد اذنك، بس احنا بنقدم ده عشان دي قضية. لازم يشرب النار. معلش يا ستي، ده خلاص ان شاء الله، ان شاء الله في اجراء سريع وبنقدمه. انا عاوز بس الاهالي تمسك نفسيها. بشكرك خالص العزاء لأسرة المجني عليها. عاوزكم تجيبوا صورة المتهم يا جماعة، ده جزار ومش عارف حصلت له مشكلة وراح يسرق عشان يبيع، ودي قضية قررت. انا ارجو من جهات الامن في محافظة البحيرة
نشوف المنطقة دي أكيد في انتشار مخدرات وأكيد في كذا. المتهم ده كبروا صورته كده يا جماعة، كبروا صورته مصغرينها ليه؟ احنا عاوز أشوف ملامحه اللي تبدو أنها ملائكية ولكن كلها إجرام. مين يقول إن المتهم ده اللي لو أنا شفته وأنا بصلي أقول له ادعي لي؟ مين يقول ده داخل يسرق فيذبح واحد وبعدين أمه وبعدين ابنه وبعدين بنته وبعدين بنته وبعدين إيه ده؟ ده قتل سبعة. المتهم ده قتل سبعة. إيه النبت الحرام ده؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل لنا ده؟ إيه اللي بيحصل في مصر ده يا جماعة؟ مين ده؟ ده دخل في مسجد وملتحي كده وقالوا ده المظهر ولبس جلابية قصيرة. إحنا مش كده، إحنا مش كده. أنا طبعا وأنا بكلم الأم والأب ويمكن الأستاذ حمدي شرح القضية، لكن الأم والأب ربنا يكون في عونهم، لما فجأة كده الست عندها ولدين وبنت زي القمر يدبحوا كده سبعة. تاني قضية تحصل في خلال سنتين في هذه المنطقة، محتاجين بحث اجتماعي يقول لنا ايه اللي حصل. محتاجين قادة الرأي في المجتمع تقول المسجد هناك يعمل ايه، المسجد الصح. محتاجين تنوير، دول ظلمة. وطبعا هنتابع القضية نقدمها لكم زي ما شفنا قضايا، زي قضية اللي اغتصب الطفلة بتاعت البامبرز، جبنا صورته هو في الإعدام. هتشوفوا ده، هتشوفوه قريبا إن شاء الله. خالص العزاء. قبل ما أخلص في جريمة تانية بس كفاية بقى، احنا هناخد قضية اتكلمت عليها من سنة وقعدنا ندعي، وكان في الشيخ بلال مندوب شيخ الأزهر في الصعيد اشتغل في هذه القصة مع جهات الأمن ومع قاضة الرأي في إنا. القضية إنه كان في أسرتين كبار في إنا، ودول قتلوا 8 ودول قتلوا 8، كان المجموع 16، بس كان في خلاف على حد. الحمد لله بعتوا لي دعوة بكرة الصبح، المفروض أنا أكون معاهم في إنا، بس أنا النهاردة بنقدم هذه الصورة ونشوف بعض الأطراف اللي يحكوا لنا إيه اللي حصل. زي ما في شر في ملائكة، زي ما في شر في خير، الخير في بلدي إلى يوم الدين. أنا بدعو لإرساء مفهوم السلام في كل ربوع مصر. موضوع الطرد عايزين نقلل منه. الست بتتكلم أو أختي المجنى عليها دلوقتي بتكلم من بحيرة، عايزين نحرق في الأهالي؟ لا، في إحنا دولة قانون وكله بالقانون. القضية دي اتكلمنا فيها من سنة وبقيت أقول يا رب إنها تتحل. أنا بعتذر، المفروض أروح الصبح هنا أحضر هذا الصلح، يعني هنتابع ده الحلقة القادمة وهنشوف أطرافه. إحنا معنا الحاج جمال. لو عندنا مشاهد للصلح قديمة نقدمها. أنا ببقى سعيد بالفقرة دي، مش عشان تحضر صلح بس، لا بتنشره في مصر. خلي بالكم، وساعات بزعل إن في بعض الناس ما بتساعدش وبتقدم تسهيلات. أنا بناشد وزير الداخلية تعليمات لكل مدير الأمن إن أي خلافات موجودة وتم القبض على الجناة إن يتم الصلح ده عشان ما نشوفش الشر اللي احنا شايفينه، يتم الإسراع. اللي حصل في هنا ده شهادة للأمن المصري السيطرة، وأيضا إنك بتعمل درء للمجازر اللي ممكن تتم. انت بتتكلم على أسرتين 8 و8، كانت مجزرة. ده صلح قديم أنا حضرته موجود، لو معاكم أطراف الصلح في هنا يا جماعة نتكلم معاهم بعد إذنكم. طيب في حد جاي ولا لسه؟ وأنا معاكم في قولوا لنا. طيب احنا ممكن نحاول وتابعونا على البث المباشر للبرنامج على صفحة الطارق على الام تي في، وقولوا لنا آرائكم ايه وأنا معاكم على الهوا. ممكن هنشوف بعض الآراء لمدة ثواني لو طيب. هو كان في عم جمال، أنا أقول لكم بعض الآراء دلوقتي على هذه القضية. طيب هنطلع فاصل دلوقتي، وفي فيديو جالنا للقاتل هنحاول نقدمه. كل دي حقائق بنقدمها واحنا معاكم على الهواء. هو ده دعوة لنبذ العنف في مصر بأسباب اجتماعية علمية دينية رياضية فنية. اوعى تفتكر اللي حصل في المنصورة انفصل عن ده، لا. اوعى تفتكر الست اللي جبتها
واغنيه بيت العز تنفصل عن ده. عاوز من حضراتكم اغنيه سمعناها اخر سنه بتتكلم على الاب كده بشكل حلو، غير اللي بيقعد يبكي ده يا ابويا مش ابويا، لا بيت العز فيها فرحه. محتاجين اغنيه، عمل درامي، محتاجين افلام، محتاجين كلمه في المدرسه، نهدي كل ده. محتاجين تدين مش كده ولا كده، لا هنا محتاجين حاجات كتير قوي. هو ده، اكمل معاكم بعد الفاصل مع وارائكم اللي انا عاوز اقولها بعد الفاصل ده على صفحتي طارق علام تي في، ابعتوا لي فورا فاصل ونكمل معاكم. هو ده انا جاي لي على الموبايل دعوه الصلح اللي كنت مكلم عليها، وان جانا حسين فاجنح لها وتوكل على الله. ما بين عيلتين الطوايل والغنايم بنقدم لهم كل الشكر ان هم دحقنا للدماء ومن عافى اصلح فاجروه على الله، يعني ربنا هو اللي هيجازيهم. شكرا للسيد اللواء محمد ضبش مدير البحث الجنائيه، سيد اللواء شريف عبد الحميد مساعد الوزير مدير امن قنا، سيد اللواء الوزير اشرف الداودي محافظ قنا. الصلح ده هيبقى بكره، هنحاول نقول لكم التفاصيل، لكن اقدم الشكر لكل من ساهم طبعا، الازهر وكل رجال الدين وكل الناس اللي صالحوا ما بين الطوايل والغنايم، اللي خدت قصه كبيره قوي. تخيل انتوا 8 و8 يموتوا، بكره ان شاء الله عيد موجود في قنا بكره استمرارا لدعوتنا لانه السلام يعم ابناء مصر ان شاء الله. عندنا فقرات كتيره بس وقت البرنامج موجود، بس جالي فيديو دلوقتي انا محتار في الامر يعني بصراحه، واخد رايكم يعني. الفيديو للمتهم بتاع قضيه القتل، حاولوا تجيبوا صورته كده يا جماعه، الراجل ده وهو معاه فيديو مخل. انا جالي دلوقتي بيبعت لي على الفيسبوك اهو، وهو بيشرب خمر ومعاه نساء وبيقول الفاظ كذا. الاخ اللي هو ده انا حاول ابعته للمسؤولين هناك وادعو انه بقى لو في منتشر حاجات زي كده هناك يتم القبض على كل اللي بالنوعيه دي، لان واحد بقى بيشرب وده اللي عامل فيها شيخ. ده الفيديو جالي هنا طبعا فتحتوش ما شفتش، بس كاتبين المؤشرات دي محتاجه بعض الاجراءات الامنيه لتنظيف هذه المناطق. وتحياتي للامن في كل مصر لما شفنا الامن موجود ما شاء الله ما شاء الله في هذا الاسبوع الصعب. انت بتتكلم على راس سنه وملايين من العرب والزوار موجودين، بتتكلم احتفالات طول الاسبوع. انا رحت اكتر من كنيسه هذا الاسبوع عشان يعني اشارك مع اخواننا المسيحيين، وامبارح والنهارده مصر في خير، مصر في امان. هذه القضايا هي حاجات صغيره مش عايزينها تكبر. انا بقول للناس اطمنوا، ولكن ادعو سرعة الفصل في هذه القضايا، إذاعة هذه الجلسات بشكل عام لكل القنوات، وتنفيذ الحكم في الإعدام لهذا المتهم البذيء اللي أقول عليه ابن حرام. ده ابن حرام ابن حرام ابن حرام، يعني الله لا يسامحه. هبدأ معاكم جزء من اللي احنا بنحصل فيه واللي بنشوفه، الإدمان. وبشكر صندوق مكافحة الإدمان، ومعانا مداخلة من هو مين اللي معانا يا جماعه؟ يا رب، هل الام؟ طيب هنكلم الام. اهلا بيكي يا ست، اتفضلي. اهلا بيكي، واتكلمي عن مشكله ابنك، ايه اللي حصل؟ الو. ايوه يا ست، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي حضرتك قولي المشكله بسرعه بس عشان انا وديت ولدي مصحة قبل كده. وما نفعش. تمام. في الخط الخامس. يعني الناس ساعدتني اللي زيك واللي زي غيرك. طب انت حضرتك من القاهره ولا من الصعيد ولا ايه؟ منين حضرتك؟ انا من ابو تيجه يا ولدي. انت في اسيوط، اتفضلي. ايوه. طيب هو مدمن ايه ابنك؟ مريض بايه؟ ها؟ مريض يعني بياخد ادمان ايه؟ بياخد ايه ده؟ بياخد حقن افيون. بياخد افيون وحقن؟ ايوه. طب هل عمل لكم مشاكل في البيت يعني؟ سرق حاجه؟ عمل حاجه؟ عامل مشاكل معانا، ندوله الفلوس نتسلفه منك ومن غيرك يبقى هادو كويس، اول ما كده يبقى ما عاوز يعمل مشاكل معاي. طيب هو عنده كم سنه؟ قولي بس بعض البيانات يعني. عنده كم سنه؟ 27 سنه.
وهل اتعلم ولا ما كملش تعليم؟ لا واخد دبلون زراع. ومدمن بقاله كام سنة؟ يعني ده مدمن يطلع لي 8 سنين بس دوب عظمي. معلش يا امي. طب الزوج فين؟ زوجك فين؟ ابوه؟ ها؟ ابو المريض ده فين؟ متوفي يا ولدي. اه انت ارملة قلبي معاكي والله. طب هو متوفي لي 5 سنين النهارده. طيب ابنك انا باخد منك ومن غيرك، انا بقبضهم كلهم 700 جنيه شرب المرار اللي في الدنيا تخدموني لله. طب قولي لي حضرتك، هل هو عنده استعداد للعلاج ولا لا؟ ايوه عنده، هيقول ودوني ودوني. ده اسم محمد؟ اسمه سيد عبد الله. طيب ماشي يا ست، حاضر هنتصل نتواصل معك هذا الاسبوع بشرط هو يبقى عنده استعداد ويستجيب. استعداد ايوه، هيقول ده ودونا حداد الوقت. ربنا يكرمك يا ام سيد، والله انا قلبي معاك، يعني قلبي معاك. الله يخليك يا ولدي، ان شاء الله يطول في عمرك، ان شاء الله يعليك. شكرا ليكي، وبحيي كل ام واعيه. ربنا يكرمك يا ام، انت ست واعيه والله وحريصه على ابنك. ست السعوديه دي الام المصريه، ربنا يشفيه. ده داء وابتلاء من عند ربنا في ابنائنا. ده 27 سنه في قلب الصعيد، جدعان رجاله، ايه اللي وصله كده؟ ربنا يشفيه. في حاله تانية ولا ايه يا جماعه؟ طب والد احد المرضى، انا بقول عليه مريض ونتمنى له الشفاء. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ترى يا علام، ربنا يكرم حضرتك يا رب. انا بستغيث بحضرتك وبربنا الاول قبل كل حاجه. ربنا يكرمك، انا تحت امرك. انت ابو محمد، قول لي هو عنده كام سنه؟ محمد 26 سنه ومعاه مراحل فوق المتوسط، وظروفنا يعني ربنا يعلم، يعني لو يعني مش عايز احكي لحضرتك، يعني مبهدلنا اخر بهدله، وكسر بيتنا وكسر حاجتنا، رمى في الشارع ورمى مطبخنا وجيران تشهد ومتسلف وحبوب، وكان كل جماعة له عنده خطرات. انت حضرتك في منطقه ايه ولا في محافظه ايه؟ في الشرقيه. انا سايب العنوان في الاستوديو عشان برضه السريه التامه، يعني برضه انا انت عارف موظف وكده الشرقيه وحش خالص. طيب هو تعالج قبل كده ولا لا؟ ما راح المستشفى قبل كده؟ اه وديته قبل كده، راح العزازي، وبعد كده بعد ما قعد في العزازي شهر المستشفى برضه اثنين وهرب منه. فيا ريت في اسرع وقت يعني رحت للشرطه بالليل عشان تاخده، ولا علينا في البيت، ولا لنا في البيت، وكسرنا حاجتنا ورمى مطبخنا. طب انا كده عندي مشكله، هو لازم موافقه المريض على العلاج، انا مش عارف اعمل ايه. لازم موافقه المريض على العلاج، لازم هو موافق حضرتك، بس يا ريت تسرع وقت يا طلب ايه. حاضر حاضر حاضر. ربنا يكرم اصلك ويخليك اولادك ويسترها معاك دنيا واخره، خليك دايما لخير الخير. حاضر يا عم محمد، يا ريت تسرع وقت، يا ريت تسرع وقت تجيبنا بس. حاضر يا عم محمد. حاضر حاضر. والله قلبي بيتقطع معاك يا عم محمد والله، لما انت بتقول كده ودخل في البيت وحرق وعمل، مش عارف اقول ايه يعني، مشكله. ماشي، شكرا عم محمد من الشرقيه وكان معانا من اسيوط. المشكله يا جماعه ده انتشر في بعض المحافظات، المشكله زي ما قلت لكم عشان تعرفوا انها كارثه. كانت البيسه او البتاع بتاعت الهيروين دي 700 800 جنيه، دلوقتي 100 جنيه تذكره كده عشان ياخدها الناس. اذا في ناس بتدعم ده او اعداء بتدعم ده، ادفع اعمل عشان تموت الشباب، يبقى معاك سلاح واقف ضايع. مش هيحصل، بس برضو وعي الأسرة. احنا بنتكلم ونقول بلد ممكن تخش في مشاكل وحرب مع هنا وهنا، لازم نبقى أصحاء، لازم نبقى أشداء أقوياء نعالج نفسينا. أنا بعتذر إن وقت الحلقة يعني الوقت خلاص قرب يخلص، وكلمت في قضية بس لازم نطلع منها بدرس. أنا ما بحبش النوع إن احنا نقعد نعيط ونحط إيدينا على خدنا، احنا ما بنخدعش الناس، احنا بنشتغل لوجه الله، لازم نستفيد من ده. حملات المخدرات تزيد، القضاء عليها لازم، سواء من البيع طبعا، الحدود بنحييه ومن حي وزاره الداخليه لازم نزود ده. قلت لكم الموسم كان بقى بالنسبه لهم راس سنه، حملات كانت مكثفه وحاجات كبيره. نشوف جهود وزاره الداخليه واكمل معاكم وعلى الله، بس الوقت يسعفنا، عندي 12 فقره لسه. تعالوا معانا. في إطار ملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط اثنين من هذه العناصر تخصص في الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بمطروح.
وبحوزتهما 3 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها 7,500,000 جنيه. الضبط تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح. في الاتجاه ذاته نجح قسم البحث الجنائي بإدارة تأمين المجرى الملاحي بالسويس والتابع للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس في ضبط السائق حال عبوره معدية الشط بالسويس مستقلا سيارة نقل خبأ بداخل حمولتها من الرخام 45 جوالا بداخلهم 1127 لفافة من مخدر البانجو تزن أكثر من 3 أطنان اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه. رجعت معاكم على الهواء بنشوف بعض الرسائل، وكان في كان عندنا في لو قفلت العين عشان اتكلم عليها يا جماعه. السلام عليكم احمد محمد محافظ عليا، ارجوكم اللي عنده مشاكل ما تبقاش على العام، خلوه على الخاص لانه حط تليفون وفي بعض النصابين بيكلموهم، احنا مش هنستقبل حاجات على العام. سليمان مصطفى تحياتي لزوجك واخلاقك، ربنا يجعلك ميزان حسناتك كذا. مع احترام حضرتك مش كل ملتحم متدين ولا كل متدين من الخارج قلبه نظيف. لا انا طبعا الناس الملتحين كلهم ناس افاضل، بس بقول مش بناخد بالمظاهر. طبعا كلامك صح حفيدة عائشة، احنا طبعا مع كل احترام رجال الدين لكن في بعض الناس المارقين والخارجين ما نقصدش. اسمع عطا الله، انا سني 21 سنة ساعدين عملية زرع شعر. حاضر، ارجوكم بلاش على العام. لقاء خارج من علاج، استاذ طارق اين دور المدرسة ودور المسجد والكنيسة ومراكز شباب، اين دور الاعلام وقبل كده دور الاسرة؟ بنقل الرسائل دي عشان المسؤولين. بعد اذنك استاذ طارق، انا ام عبد الله من محافظة السويس، مقدمة في اسكان من 2001 جواز حديث وحتى الان لم استلمها. هنشوف، انا في اكتر مشكلة جات لي من السويس على موضوع الاسكان القديم ده، ارجو محافظ السويس يشوف المشكلة دي لو الناس دي، وفي ناس دفعت مقدمات وما خدتش شقة تقريبا، ارجو انها تتحل. رقم الهاتف، ارجوكوا بلاش التليفون على العام، في بعض الناس بتخش حرامية ومش تبعنا. محتاجة عملية زرع شعر، ارجوكي بلاش على ده. في الازمان السابقة طارق شحاتة بيقول كانت الناس عينيها مليانة وكان في تربية. ساعدني في الله، حاضر يا اسماء، رحمة الله عليهم واسكنهم الله فسيح جناته. ده احمد حسين، انا الحبيبي حسب الله ونعم وكيل، حسيبة حسب الله ونعم الوكيل. سبب رئيسي البلطجة والعنف ده هشام عبده المصري. سبب رئيسي البلطجة والعنف افلام العنف والسلاح الابيض. اسماء انت كاتبة رسائل كتيرة، قبل ما تخلص الحلقة. حاضر حاضر يا اسماء، بس عملية زرع شعر دي مش عارف هنشوفها. نادر كان فاكر نفسه هيعدي بعد الكارثة دي، حاجة اكبر من انها جريمة. القصاص لازم بس في ميدان عام، عشان مهما بيصدر احكام الناس لازم تشوفها بشكل مباشر. حسب الله ونعم الوكيل. ندى احمد، دي بعض الرسائل. البث المباشر كنا وصلنا ل 5000، في بث مباشر 2 محطينه ازاي ده؟ يعني حوالي 6000 بث مباشر، احنا عايزين نوصل ل 30000 بتابعونا. وفي بعض الملحوظات عشان انا بقفل البرنامج واختم عشان احنا اتاخرنا. ميمي جمانة، والله انا رايي ان ده قله ايمان وبعد عن ربنا، ما ينفعش اننا في الزمن ده نعطي الامان التام لحد مهما كانت مدى العلاقه. لا، احنا اتكلمنا على بيت العز وبنتكلم على جيران العز وشارع العز، كله هيرجع والشارع هيبقى امان وبلدنا قويه واثق في الحكومه المصريه. محمود، في 2 اخوات بينهم زراعه وخلاف شديد في المنوفيه تركين ورث والدهم فدادين ارض بدون زراعه من سنوات، ممكن دخل حضرتك؟ ابعتوا له على الخاص ونشوف. اذكر الله، برنامج رائع، شكرا. عاطف محمد العطافي، يا رب بارك بلادي، يا رب بارك بلادي. همس جنى، تحيا مصر وتحيا جيش مصر العظيم. قضية محمد عزة عبونيس لحد دلوقتي مفيش خبر عنها، وحضرتك صورت معارض القتيل هنشوفها. عاطف فاضل لي 5 رسائل. الدنيا، عاطف العطافي، الدنيا فيها خير لسه، ايه ده يا استاذ طارق؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عاطف العطافي بيقول اجمل برنامج موجود. عاطف مساء الخير يا باشا، اهلا بيك يا عاطف. عاطف كاتب رسالة، رسائل كتير قوي، بشكرك يا عاطف. حاضر، عاطف عاطف عاطف. الهام سستر عليهم، انا اردني، الهام المشيتي، اردنيه مقيمه في مصر من 31 سنه، زوجي السوداني وام مصريه، مش عارف الجنسيه المصريه، هنحاول نشوف لك حد. ابني عنده 23 سنه ادمن ستروكس،
وهو مش مصري. هنشوف. بعتذر لان كان عندي فقرات في تروسيكل، في حملة عيون، في شفاء أرنبية، في كرسي كهرباء، في عروسة، في سمنة. كل هذه الفقرات فقرة سعادة المصريين نخليها الحلقة الجاية. بعتولي على طارق علام تي في. بشكركم، وياريت يا جماعة تجهزوا أغنية بارك بلادي عشان عاوز أختم بيها. هذا الأسبوع مليء بالأحداث السياسية خارجيا وداخليا. مصر بتبني نفسيها، وأديكم صور ملامح القاهرة الكبرى هتبقى عاملة ازاي. ده غير عشرات المشروعات اللي موجودة في كل محافظات مصر، ومصانع وحاجات كبيرة جدا. في واحد حاطط عينه عامل لك مشاكل هنا وهنا عشان مش هتعدي. لا، انت هتعدي. انت قادر، انت قوي، انت كبير. بلدنا بلد الحب، بلدنا بلد الرجالة. لازم نثق في قيادتنا، واحنا هذه الساعات الحرجة مصر قوية، جيش مصر العظيم، شرطتها، شعبها العظيم. تحيا مصر. بختم بيها، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة والمصريين بخير، سنة سعيدة عليكم كلكم. والإخوة الإقباط المسيحيين كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد مجيد، ونستمتع ونعيش كلنا ونبني بلدنا واحنا ايد واحدة. خلصت الحلقة. استنونا الإعادة بكرة الأربعاء والخميس صباحا، وانتظر كل آرائكم وكل اللي انتم عايزينه نحاول نعمله خلال طارق علام تي في. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.